ماشي، فهنبدأ نفكر فيها مع بعض. انا محتاج ايه؟ أنا فاهم، مثلا لو هو أنا بصور نفسي ومثلا بصور صورة، فهو مثلا لو أنا ببتسم هو يقول لي أنا مبتسم، أنا تعبان يقول لي أنا حلو. تعبان. طيب ما دمت انت عارفاها ناخد حاجه تانية معاها، ماشي. انا هاجي هنا واقول له فيس ديتكشن، اكتشف الوجه بتاعي ده حزين ولا بتاع، هشغل الكاميرا يعني كل ثانيه هيجيب لي نتيجه مختلفه، ماشي. طيب خلينا نبدا كده، هروح للايفنت واقول له ايه اول ما يبدا مع بعض. طيب انا عايز اول ما يبدا يعمل ايه؟ يشغل الكاميرا، تمام، يشغل الفيديو. هقول له تيرن اون فيديو، لو بصين هنا هنقول له ايه، اوف او فيليب او اون. اون يبقى شغل الفيديو، اوف هيقفل الفيديو، فيليب هيعكسها، لو انا فاتح هيقفل، لو انا قافل هيفتح، تمام. طيب طيب بعد كده هناخد ايه؟ انا عايز الحاجه دي تبقى معايا على طول فور ايفر، يعني اول ما اشغل الكاميرا يبدا الموضوع يتكرر معايا، فاقول له كنترول واقول له ايه فور ايفر. طيب انا ممكن اقول له اعرف المشاعر بتاعتي، بس انا عايز منه حاجه تانية، يكتشف في كام واحد موجود، يعني لو في اتنين موجودين هيتعرف على ده ولا ده، فانا عايز اقول له ايه لو واحد بس، لو ما لا ممكن اشوف سؤال. اتفضل اتفضل. لو مثلا لو في اتنين مثلا هو يقدر يتعرف مع ده وده في نفس السنة؟ ايوه في نفس الثانية يقدر يكتب على كل واحد ان ده هابي او ده انجري، يعني يقدر يتعرف على الاتنين. طب قدر ما فيش حد خالص، يعني ما فيش حد موجود اصلا، فيجيب لي رسالة ان ما فيش حد موجود. خلاص هنتعرف بقى على حاجة حلوة اسمها ايه، اف، قاعدة اف. قاعدة اف دي عبارة عن ايه؟ لو الحاجة حصلت اعمل الموضوع ده، لو الحاجة ما حصلتش ما تعملش الموضوع ده. يعني لو انا عندي قهوه بن في البيت اعمل قهوه، لو مفيش بن ما تعملش قهوه. قاعده اف هي قاعده سهله جدا وموجوده في الانجليزي وموجوده في الكمبيوتر وموجوده في كل حاجه. هقول له لو الحاجه دي موجوده اعملها، لو مش موجوده ما تعملهاش. خلاص؟ طيب فور ايفر طول الوقت هيعمل اناليسيس للصوره بتاعتي، كل ثانيه هيعمل اناليسيس. طيب يعمل اناليسيس للكاميرا ولا للستيج؟ الستيج دي يعني المساحه اللي ورا. فلو انا عايز الكاميرا هختار كاميرا، لو عايز الستيج ممكن يكون فيه انا حاطط صوره، يعني ممكن يكون انا حاطط خلفيه فهو هيحلل الخلفيه. طب انا دلوقتي عايز كاميرا. ممكن احط خلفيه واقول له شوف الشخص ده حزين ولا زعلان، هنعمل الموضوع ده بعد شويه. لا هو بقى دي اللي انا هكتبها دلوقتي، لو ما شفتش شخص، لو ما شفتش واحد جيب لي رساله ان مفيش حد موجود. يعني لو كلها اشجار، طب الاشجار حزينه ولا زعلانه؟ مش هنعرف. تمام؟ طيب خلاص يبقى انا هقول له كده، هكتبها له قاعده اف. عندي قاعده اسمها ايه؟ قاعده اف موجوده في لو الشكل حزين او لو في شوف الوجه الاول، تمام؟ عباره عن ايه؟ هقول له لو في شخص واحد ابدا اشتغل، يعني هقول له لو في اكتر من زيرو ابدا اتعرف على الاشخاص، تمام. طيب اهي اسمها جيت فيس، جيت فيس. يبقى كده انا عملت ايه؟ اول واحده هيبدا يشغل لك الفيديو، هو كان الفيديو مش شغال فهو مش شايفني. تاني واحده هيحلل الصوره ويبدا يشوف هل في صوره في الكاميرا ولا لا. طيب لو في لقى وجه هيبدا ان هو يديني الكود دوت، لو ما لقاش وجه هيقول لي مفيش حد موجود في الصوره، ماشي. طيب سي اهي عندي سي، هجيبها مرتين سي اهو. ممكن اختار دي اللي هي لسنتين او ممكن اختار اللي هي على طول، تمام، دي او دي تمشي. طيب هقول له ايه بقى؟ لو لقيت شخص ابدا اكتب لي هو حزين ولا لا، لو ما لقيتش شخص اكتب لي لا يوجد احد. وهشغل دلوقتي قدامكم الكاميرا ونجرب البرنامج، ولو في مشكله نبدا ان احنا نحل المشكله مع بعض. طيب انا عايز انا هشغل الكاميرا، هشغل الكاميرا، هو هيبص لو في حد موجود هيقول لي الشخص ده حزين ولا زعلان. طب لو هو مثلا انا مثلا دلوقتي سايبه كرسي فاضي ومفيش حد، هو هيقول لا يوجد احد. ايوه مظبوط. ولو مثلا لو انا موجود بقى هيصورني ويقول لي اسماء مبسوطه زعلانه أيوة. ولا مش هيقول، ولا هيقول لي يوجد احد.
لا لو انت موجوده، لو هو شاف وجه هيبدا يتعرف على الوجه دوت، لو انا مش موجود هيبدا يقول لي ما فيش حد موجود. طيب تعال نشغل، هيقعد ثواني كده بيشغل الكاميرا تمام، وبعد كده يبدا ان هو يحلل. اهو هو بيبدا يشوف، او بيقول لي ايه ان انت مثلا بدا يتعرف عليا اهو، انا مبتسم فقال لي هابي. طب هعمل انا زعلان انجري تمام. طب انا هختفي دلوقتي، لا يوجد احد تمام. يبقى احنا كده برمجناه ان هو يتعرف علينا ويبدا ان هو ايه يتفاعل معانا تمام. ده البرنامج ده مهم جدا جدا، لان هو ممكن ايه يبدا ان هو مثلا بيتركب في المطارات، بيتركب قدام البيوت، الكاميرات المراقبه، كل الكلام دوت بيبدا يحلل الشخص لو لقى شخص متوحد. مثلا لو شخص مش مبين حاجه من وشه، تمام، يعني هو مثلا شخص ومش مبين حاجه من وشه غير عينيه مثلا، اهو هو هيقدر يتعرف عليه ولا لا؟ هو بيحاول ان هو يتعرف عليه، لو قدر يتعرف عليه هيقول لي، لو ما عرفش طب اهو تعال نجرب، انا ما هغطي وشي خالص وانت قولي لي ممكن هتبقى ايه؟ يبقى كده مش هيتعرف عليا، لما هيشوفنا هيبدا يتعرف عليا. الموضوع ده مهم جدا، لان هو ده فعلا البرمجه، ان ممكن ايه اتفق مع شركه انا هعمل لكم برنامج، لو حد مثلا داخل الشغل ومش ملتزم بالزي الرسمي، مش لابس بدله مثلا، او مش لابس او لابس زي غير اللي احنا متفقين عليه تمام، فده يعتبر مخالف، يعني ممكن يتركب على باب المدرسه. لو طالب مثلا اتفضل. زي الكنبه ملهاش مشاعر، هو بيعرف ازاي ان ده شخص ولا لا؟ هو ادينا صور اشخاص كتيره، صورتي وصوره او قرايبي وبتاع، فبدا يعرف ان لازم يكون في عينين، ولازم يكون في مسافه بينهم، ولازم يكون في فم وانف، فلما بيشوف صوره زي كده يبدا يتعرف عليها. يعني مثلا لو في اكتر من 20 شخص يقدر هيتعرف عليهم كلهم؟ هيبدا يجيب لي كل واحد فيهم ويبدا يجيب لي الاسامي بتاعتهم. المثال الجاي او الحاجه اللي احنا هنشوفها دلوقتي بتتكلم عن كده، ان انا هديله صوره وفيها حاجات كتيره، عناصر كتيره، وهو يبدا يتعرف. مثلا شجره مرسوم عليها وش سعيد مثلا، لو عينين خلاص، هو لو انا مثلا جبت له صوره من جورنان وفي صوره شخص، يبدا ان هو يتعرف عليه. العربيه يعني مثلا لو هو مثلا رسمه يقدر يتعرف عليها؟ لو رسمه يتعرف عليها عادي، مفيش مشكله خالص. لو انا جبت له صوره الدبدوب ده، خلاص شايف ان الدبدوب ده مبتسم، هيبدا يجيب لي ان هو مبتسم. مثلا طب لو مثلا دولاب مثلا محفور على وش سعيد، هل هو هيعرف هو زعلان ولا فرحان؟ هو بيتبرمج وعنده حاجه اسمها ايه؟ تعليم آلي. تعليم آلي يعني ايه؟ يعني بيتعلم واحدة واحدة، يعني لو انا اديته معلومة وهو جابها غلط ممكن اقول له لا خلي بالك دي معلومة غلط. يعني مثلا هو مثلا هو مش بيتعرف من على وش الانسان بس، ما هو احنا عندنا كذا تطبيق، اللي انا مشغله دلوقتي بيتعرف على وش الناس بس، في حاجات تانية بتبقى متعرفة على الحيوانات، هو اتبرمج على كده. ممكن واحد بقى ياخدهم ويقول له ايه، انا هبدأ اعرفك على الاثار المصريه مثلا، يبدا يعرف على الاثار المصريه، يقول له لما تشوف ده تعرف ان ده اثار مصريه. واحد مثلا اتفضل. طب ممكن اعرف من الحرف؟ من الحرف؟ يعني ايه حرف؟ يعني انا دلوقتي اسمي محمد، يقول مرسوم الحرف الام، يعرف؟ دي بقى اسمها ايه؟ التعلم الالي. يعني لما احنا بدانا خالص كان في حاجه اسمها كده، ان انا ممكن ابدا ان انا اغذيه بمعلومه معينه، ماشي؟ طيب خليني اوريك الفكره. يعني الفكره كلها دلوقتي ان انت تقدر تبرمج بدون ما تبذل اي مجهود خالص، وهو يبدا يتعرف على الحاجه ديت، ويبدا ان هو انت مثلا ممكن تدربه على اللعب بتاعتك، تبدا تقول له ده سبايدر مان، ده سوبر مان، وهكذا. فهو ما كانش يعرفها قبل ما انت تقعد معاه، لما قعدت معاه هو خلاص بيبدا ان هو يفهمها ويبدا ان هو يبرمجها وكل حاجه. ماشي، دي حاجه اسمها ايه، ماشين ليرنينج انفايرمنت. لو احنا كاتبين هو زعلان يا فرحان، انت عارف كده. مثلا لو شخص مجهول هو
شايف حاجة كده فيعني مندهش شكل الوجه مندهش. مستعد. لا هو مش عارف، مستعد وغضبان، بس لا هو مشاعر كتير يعني. من ضمن الحاجات مثلا انجري، مثلا احنا مبرمجينه بس على سعيد وزعلان، حد حضرتك يعرف نصوص لو ايه نصوص تانية؟ هو بقى ساعتها بيبدأ يشوف اقرب حاجة ليها. يعني واحد مثلا انا كنت غضبان، مديله شكل غضبان، فغضبان دي تبع السعيد ولا تبع الحزين؟ تبع الحزين، فيحطها في الحزين. ممكن اقول له لا خلي في واحدة تالتة، يبقى عندي واحد واثنين وثلاثة. طيب محمد كان بيسأل ان يعني احنا مثلا مبرمجين على حاجتين ونعمل تاني، هيعرفهم صح؟ هي او مثلا مبرمجين على السعيد والزعلان، هتقدر نعمل تاني طيب هيعرفهم؟ غضبان، غضبان دي اقرب للحزين ولا اقرب للفرحان؟ حزين. طيب هيحطه في الحزين. اروح انا قايل له لا خلي دي حاجه ثالثه. يعني انا مثلا عندي الطلاب، في طلاب شاطرين وطلاب مش شاطرين، في نص نص، فهو يبدا ان هو كان بيقسمهم لكذا وكذا، اقول له لا في اسم تالت. ماشي، دي حاجه اسمها ايه؟ ماشين ليرنينج انفايرمنت. ميزته ان انا حتى بعد ما برمجه هو بيتعلم من نفسه. تمام، يعني ده مثلا مثال هوريه لكم، كنت بعلمه حاجه معينه. تمام، اديته ايه؟ صور ليا وانا ماسك الموبايل، ماشي، وبعد كده اديته صور تانية وانا مش ماسك الموبايل، فبدأ يتعرف. تمام، اول ما اقول له ابدأ، يبدأ ان هو يتعرف على الموبايل بتاعي، حاجة اسمها ترين اجين. تمام، يعني انا ممكن اديله صور. هو انا مثلا سؤال، طبعا طبعا، هو انا مثلا لو جبت سمايل فيس على الموبايل مثلا يقدر يتعرف ولا لا؟ طيب ممكن تعرف عليه. طب اقدر ما تعرفش عليه؟ ببدأ انا اروح قايل له ان ده وجه حزين، لو اتعرض ليها بعد كده او فرحان يبدأ يعرف ان ده فرحان. يعني لو هو في مرة من المرات ما تعرفش، بعد كده انا بفهمه. تمام، يعني ده مثلا مثال، انا عامل صور ليا وانا ماسك الموبايل وصور وانا مش ماسك الموبايل، بعد كده بقول له مثلا شغل الكاميرا واعرف بقى انا ماسك الموبايل، بص هنا انا ماسك الموبايل ولا مش ماسك الموبايل. طيب هو اتعرف عليها، قال لك ان انا مش ماسك الموبايل اللي هي كلاس 2، حطها هنا. اول ما امسك الموبايل خلاص بقى عارف ان ده ايه، كلاس 1 100% انا ماسك موبايل. تمام، فدي بقى تفيدني في ايه؟ ان انا ممكن ابرمج الكاميرات اللي في السوبر ماركت يعرف اذا كان في حد مثلا حرامي او في حد سرق حاجه او كذا، طول الوقت ال 24 ساعه بيراقب كل حته في المتجر. لو لقى حد حط حاجه في جيبه ومن غير ما يدفع فلوسها، يبدا ان هو يعمل ايه؟ انذار، ويبدا ان هو ينبهني ان في حد حرامي. أو انا كده مثلا لو هو وش غريب مثلا هو يقدر يتعرف عليه؟ ماشي، لو كان من الفضاء، الين يعني كان جاي من الفضاء، مش ما عمرنا ما قلنا الكمبيوتر عليه. تمام، هو ما تعرفش عليه، اروح قايل له خلي بالك ان ده كائن فضائي. يعني هو عمره مثلا ما شاف، هو اتبرمج مثلا في امريكا فشاف حيوانات امريكا وعرفها كلها ما عدا الجمل مثلا. تمام، فاول ما جه شاف الجمل قال لي انا مش عارف ايه ده، ابدا انا اعرفه ان ده جمل. فهي الفكره كلها ان انا احنا وصلنا لمرحله مثلا لو وش متوتر هو مثلا يعرف بقى لا نبدا احنا نعرفه. يعني هو لو في مره من المرات ما عرفش، ابدا ان انا اعرفه. يعني على سبيل المثال هو ما عرفش اول مره، ثاني مره بقى هيعرف صح؟ يعني هو انت مثلا في المدرسه في اول يوم ما كنتش عارفه ان مثلا ان في فعل ماضي وفعل مضارع، تاني يوم المدرس شرحها لك بقيت عارفاها خلاص، يبقى اي حد يسالك هتعرفيها. تمام، احنا مثلا الكمبيوتر قعدنا نبرمجه كتير قوي 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 ان هو يتعرف على الوجه بتاع الانسان، لكن دلوقتي خلاص هو بيتعرف لوحده. امبارح انا كنت باخد امبارح كورس في السي في اللي هي الكمبيوتر فيجن، ان هو لما يشوف اي وجه يبدا يتعرف عليه. عندنا ناس كتيره ضايعه وناس كتيره لاقيينهم مش عارفين اهاليهم، نبدا نحط صور مع بعض، يبدا يقول لي ده شبه ده، ده شبه ده، من خلال ان هو بيشوف المسافه بين العينين والقزحيه بتاعت العين والانف والفم وكل حاجه. اللي احنا بنتكلم فيه حاجه اسمها ماشين ليرنينج انفايرمنت. تمام، او انا عملت صور كتيره وممكن اقول له مثلا اد كلاس، ضيف واحده كمان. الواحده دي مثلا هتبقى وانا ماسك ايه، كراسه مثلا اهو. تمام، اهو هقول له ايه، انا عايز اشغل الكاميرا اهو واصور. تمام، اقعد اصور بقى ايه، صور كتيره. مستر انا بس اسال سؤال. اتفضل. مثلا لو انا مثلا بقول مش ولاد موبايل، قلت له مثلا خش بالكراسه، هو هيقدر بقى يحدد
ايه يعني هو ايوه احنا انا شكله مثلا انا ماسك الموبايل انا دلوقتي بعمل اهو تريننج، ضفت حاجه جديده ما كانتش موجوده قبل كده، ان انا ماسك كراسه. تمام، هو دلوقتي بيعمل ايه تريننج، بيبدا يفرق بين الصوره الاولانيه والصوره الثانيه والصوره الثالثه، وممكن تسميهم، تسمي مثلا هنا انا ماسك موبايل، هنا انا اهو مع الموبايل مثلا، وممكن بقى ايه تقول له مثلا ايه ان ما حدش يدخل البيت بتاعي غير فلان وفلان وفلان، لو حد غريب حاول يقرب من الباب يبدا يقول لا خلي بالك ده شخص غريب. يبقى احنا كده نقدر نبرمج كل حاجه عندنا في البيت، في الكاميرا، في كل حاجه. هنا اقول له مثلا ايه مع كراسه، الكراسه دي ما كانش يعرفها، تمام، فانا دربته عليها، فلما اتدرب عليها لو وريته كراسه يبدا ان هو يفرق بينها، يعرف الكراسه ديت. تمام، الكلام ده كنا زمان لازم نقعد نكتب اكواد، هو اتدرب عليها بقى من غير نقعد نكتب برمجه، خلاص هو بياخد المعلومه ويبدا ان هو يجربها. مثلا انا حاطه كاميرا قدام البيت وهو مثلا ما يدخلنيش غيري انا بس، لو مثلا لو حد غيري تاني دخل وانا في البيت يعني وانا عارف اول ما تجي تبيني، هل احمد يقول كده؟ هو بقى ساعتها ايه المفروض في السمارت هوم بيجي لك رساله، الشخص ده حابه ان انت تدخليه ولا لا انا ما اعرفهوش. تمام، قلت له خلاص فلان وفلان دول قرايبي يقدروا يدخلوا في اي وقت، خلاص يبقى هو يفتح لهم الباب، واي وقت يجوا يقدر ان هو يفتح لهم الباب، بس يسجل ان مثلا منى قريبتك دخلت. تمام، يسجل لك بحيث لو حصل حاجه تعرفي مين اللي كان موجود. تمام ماشي، فهي دي بقى الفكره، ان انا بدربه على المعلومات اللي انا بديها له، دي حاجه اسمها ايمج كلاسفاير. ايمج كلاسفاير يعني بيقسمهم لمجموعات على اساس بعد كده يبدا ان هو يشوفهم. انا كده دربته من خلال ان انا ايه كتبت له ان ده موبايل او بدون موبايل او كراسه، ممكن تدي له صور مثلا 100 صوره لقطه و100 صوره لكلب و100 صوره لارنب، وبعد كده لو اديته صوره بس ما كنتش اديتها له قبل كده يبدا يتعرف عليها، يعني تدي له صوره قطه ما كانش من ضمن ال100 صوره اللي انت اديتها له قبل كده. وضحت؟ تمام ولا في مشكله؟ تمام. طيب هو هيتدرب وبعد كده لو انا اديته صوره واحده هيتعرف عليها بقى صوره. لو انت اديت له صوره واحده هيتعرف على القطه دي بس، يعني لو اديت له صوره مثلا قطه عندك اسمها فله ماشي، خلاص هو لو شاف فله هيعرفها، بس لو شاف قطه ثانيه مثلا لو انا اديته مثلا 100 صوره بس بس حيوان مختلف هو لازم تقولي له بقى حيوان ايه حيوان ايه، هو يتدرب عليها. تمام، وبعد ما يتدرب عليها يبدا ان هو خلاص بقى قوي جدا في معرفه الموضوع دوت، يعني هو عشان يعرف مثلا الحيوانات والحاجات دي بنبدا ندربه بكل الصور اللي موجوده معانا، كميه داتا كبيره جدا، لكن بعد كده بيبقى عنده قدره كبيره على التعرف. طب قدر غلط في مره، تمام، على سبيل المثال في هو عرف ان الكلب مثلا حجمه كبير، وبعد كده احنا ادينا له صوره قطه كبيره اكبر من الكلب، فهو اتلخبط، فنقول له لا خلي بالك ركز على ان القطه مثلا ليها شنب مثلا، وان بيبقى مثلا عينيها لونها كذا ولها اظافر، فقلنا له يفرق بحاجات تانية، فيبدا ان هو يفرق بعد كده. ماشي؟ ماشي. لو مثلا صوره كلب وايه وجبت له نفس هو الكلب بالظبط مثلا او ام بتاعه، هو بقى هيدخل ولا لا، ولا هو بيتعرف عليه في حاجات. انا دلوقتي وريته مثلا صور كلاب كتيره، خلاص لو اديت صور كلب تاني يبدا يفرق ويعرف ان ده كلب. اتفضل. هو احنا لا لو احنا بقى حتى في البيت وهو يعني زي ما بنقول عليه واحد تاني اتنقل على سنته الباب، ما هو بقى المفروض بقى نبدا نشوف الذكاء الاصطناعي ده غلط ليه ونبدا ان احنا ندربه صح، ان مثلا لا ما تقبلش الخدعه ديت. هي الفكره كلها انا عملت حاجه وواحد تاني خدع الكمبيوتر جاب صور. ممكن مثلا اثنين توأم وايه واحده مثلا هي
مثلا حرامية يعني، واحدة تانية قالتي عندي أنا عارفاها، مثلا وعاملة نفس شعرها وبتلبس نفس لبسها وكده، هو هيدخلها؟ ما انت البواب اللي قدام العماره ماشي، لو هو ما بيعرفش يفرق بينهم خلاص يبقى كده الكمبيوتر مش عارف يفرق.